عبقرية المرأة تكمن في قلبها، يقول سقراط، أما هي فعبقريتها في قلبها والعقل. هيام سقر الرائدة في التربية وبناء الإنسان، رسالة إبداع من لبنان. يوم تسلمت شهادتها في التربية ودبلوم فن التعليم من الجامعة الأمريكية في بيروت، عرفت السيدة العصامية والمناضلة أنها اختارت طريقاً طويلاً وشاقاً في حقل كان منذ البداية هدفاً أسمى، التربية والتعليم. هذه المهنة الرسالة التي عشقتها وتفانت لأجلها، استهلتها بتعاقدها مع منظمة اليونسكو لتدريس اللغة الإنجليزية وتدريب المدرسين والمدرسات على التعليم في العراق وليبيا. وبعدما أنهت مهمتها التربوية في الخارج، عادت إلى لبنان لتدرس في مدارس المقاصد وثانوية الروضة والإنجيلية، فبرزت من بين طلابها شخصيات مرموقة في عالم السياسة والتربية والأعمال. ولكن طموحها كان أبعد، وهو أن تكون رائدة في إنشاء مؤسسة خاصة بها لكي تتمكن من تحقيق حلمها في الوقوف إلى جانب شابات وشباب لبنان لتحقيق ذواتهم. ومن مؤسسة واحدة إلى 21 مؤسسة تربوية ومهنية وجامعية، دونت إنجازاً تربوياً في سجل هيام سقر الذهبي. فأنشأت American Lebanese Language Center بفروعه العشرة التي استقطبت آلاف الطلاب من مختلف الأعمار والتوجهات الأكاديمية والاجتماعية، في خطوة رائدة أسست لقطاع مهم في تعليم اللغات وخصوصاً الإنجليزية، ونجحت في هذا التحدي نجاحاً منقطع النظير. وإيماناً منها بنبل رسالة التعليم ومن أجل إتاحة الفرص أمام جميع الراغبين في التعلم مهما اختلفت إمكاناتهم وقدراتهم، استحدثت شبكة من معاهد التعليم المهني تحت اسم American Universal College، وعملت على ربطه بجامعة أمريكية فأتاحت للطالب اللبناني الحصول على تعليم جامعي ذي منح أمريكي من دون أن يغادر وطنه. بيقول الرئيس صائب سلام الله يرحمه، كل مشروع ناجح بده مجنون وراء. المجنون هون الإنسان اللي بيتابع حتى الإنجاز. هذه هي هيام سقر، ما في عندها شيء ما بيصير، وعندها مواظبة وعندها متابعة دؤوبة، ما بتترك الأمور تتفلت منها، منظمة. نهارها ب 24 بتاخده 24 48 إذا كان ممكن، بتشتغل بجد. طريقتها بالتعاطي مع الناس طريقة احترام. أنا بقدر أقول اللي لمسته من خلال معرفتي فيها، إنسان كتير منظمة، إنسان بتتابع الأمور، إنسان إدارية قديرة، إنسان أخذت التربية رسالة حياة اشتغلت عليها، ما حاولت تستغل جوانب بالتدريس أو بالتعليم العالي اللي فيه مكاسب بقدر ما حاولت تقدم الكواليتي. يعني الـ AUST اليوم عم تقدم لا شك أنه مستوى جيد ومميز بكل الكليات الموجودة. لأن حلمها الأكبر لم يكتمل إلا عندما خاضت غمار التعليم الجامعي الأكاديمي، فكانت الخطوة الجبارة في تأسيس جامعة خاصة بأقساط في متناول الجميع، مع إصرار السيدة هيام سقر على أن تشمل رسالة الجامعة University Mission Statement بنداً أول يلحظ ضرورة التعليم الجامعي الخاص لذوي الدخل المحدود. وهكذا تحقق الحلم الكبير في صرح جامعي مرموق هو الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST، التي أرادتها مؤسسة أكاديمية ذات مستوى عال تسدي برامج بحجم طموح الشباب اللبناني الذي تؤمن به مواطنا عالميا راقيا. ولإيمانها المطلق بالعقل اللبناني الذي أثبت قدرته على التميز خارج لبنان، أدركت الرئيسة سقر أنه يستطيع التميز داخل الوطن الصغير إذا أتيحت له الإمكانات. لذلك
أوعزت بتطوير برامج العلوم في الجامعة وأن يكون البحث العلمي مدماكاً أساسياً في عملية التعلم والتعليم، فسعت إلى تجهيز مختبرات متطورة فائقة الحداثة وباهظة الثمن، كما استحدثت برامج علمية متطورة لم تخض غمارها الجامعات الأقدم والأكبر في لبنان مثل برامج العلوم الجنائية Forensic Science وعلوم البصريات وقياس النظر Optics and Optometry وعلوم الأشعة Radiologic Sciences. بدي أحكي عن الست هيام صقر، السيدة هيام صقر اللي هي أنا بعتبر بالنسبة لي رائدة من رواد التربية في لبنان. أول سيدة أسست جامعة، وتأسيس جامعة ليس بسهل، مسؤولية كبيرة كتير. وأنا إذا بدكم يعني في لقب بقول لها إياه دائما هي المرأة الحديدية، لأنها صلبة جدا، صلبة بمواقفها، صلبة بأدائها نحو التطور، مش صلبة بالمفهوم. والمرأة الحنونة كمان، لأنه بلاحظ بعلاقتها مع الطلاب، أنا بسمع كتير طلاب بيقولوا كيف بتتعاطى مع الطلبة رغم أنه كموقعها كرئيسة جامعة لازم يكون في مسافة، لا بالعكس هي أحيانا كتير بتكون قريبة منهم. سيدي هيام صقر بالنسبة لي بعتبر أنه أسست مؤسسة حاليا أصبحت من المؤسسات المعتبرة على المستوى الدولي، دخلوا بضمان الجودي. أنا بعرف أنه عملوا ضمان جودي لكلية إدارة الأعمال، هلأ عملوا إدارة جودي لكلية الهندسة، وبتطور دائم وبتألق دائم. وفي ميزة مهمة أنه حقيقة في تعاون مثمر مع وزارة التربية والتعليم العالي، وأنا هذا بشرفني أن يكون المؤسسات، أنا كتير قريبة من المؤسسات اللي بتسمع وبتلتزم معايير الجودي وبتلتزم معايير القانون. اللي بقدر أقوله أنه سيدي هيام صقر حقيقة كان إلى دور كتير بناء ومساهم بإيجاد مؤسسة في لبنان حقيقة تعتبر حاليا من المؤسسات المتقدمة والرائدة في التعليم العالي. التواصل والترابط مع الجامعات العالمية هو هدف مهم في لائحة أهداف السيدة صقر، لأن الجامعة في اقتناعها ليست جزيرة مستقلة ومعزولة، لذا عملت على ربط الـ AUST بما يزيد على 30 جامعة عالمية عبر اتفاقات تبادل وتعاون ساعدت الطلاب والخريجين في نيل الماجستير والدكتوراه من جامعات ذات شهرة عالمية مثل جامعات بيركلي في كاليفورنيا ولوزان وفيلانوفا وبوليتكنيكو دي ميلانو، كما عملت على وصل مختلف الاختصاصات في الجامعة بسوق العمل اللبناني عبر اتفاقات مع مؤسسات وشركات من أجل توظيف الخريجين وتوجيه برامجها إلى النواحي العملية والتطبيقية. لذا أضافت مكتباً خاصاً يؤمن للطالب وظيفة أثناء دراسته. تطبيق معايير الجودة العالمية على مختلف الدوائر في الجامعة كان نتيجة حثها الدؤوب، فاستحصلت الجامعة على اعتماد أمريكي من IACBE لبرامج إدارة الأعمال، كما تم إخضاع برامج الهندسة والمعلوماتية لمعايير أيبت، وكذلك مختبرات الكيمياء والبيولوجيا لمعايير أيزو. أتبعت مغامرة تأسيس الجامعة في حرم الأشرفي بيروت وفرعيها في زحل وصيدا بمغامرة توسيعها من مبنى واحد إلى صرح جامعي من 11 مبنى. وتحت مظلة هذا الصرح استطاعت الرئيسة أن تؤمن للطالب مناخاً دراسياً عائلياً بعيداً من الحزبية والطائفية تحت راية المواطن اللبناني الصالح، فجنبت الطلاب الانتماء إلى فئويات ضيقة في نواد وخلايا وتجمعات، لما للعمل السياسي في الحرم الجامعي آثار سلبية على مسيرة الطالب الأكاديمية. مهمة الدكتورة صقر وهدفها هو فتح مجالات المعرفة والتواصل في قلب المجتمع اللبناني والانفتاح على العالم في عالمنا المعاصر مع أبرز الدول والجامعات في الخارج. وقد تجسد التزامها العلمي والتربوي بتعزيز التواصل من خلال البرامج والأساتذة والطلاب في مجتمع جامعتها المتنوعة بتنوع المناطق والطوائف، ومن خلال الندوات والحلقات العلمية التكريمية، وأيضاً من خلال الأيام الثقافية التي دعت إليها السفرات القائمة في لبنان
لإبراز العلاقات الثقافية بين لبنان والخارج وتعزيزها. وقد حصل هذا الأمر مع اليوم الثقافي الذي تكرس لكولومبيا من أجل تعزيز الصداقات والعلاقات. ولأن صداقات الدول هي أيضاً من صداقات الأشخاص، يسعدني أن أحيي جميع الذين يقومون اليوم من محاضرين ومن حضور بتكريم الدكتورة هيام صقر، التي تهدف في هذه الأيام العصيبة إلى تعزيز لواء العلم والتربية الجامعية ورفع مستواها في مجتمع قلق على المصير. ومن التجليات الإنسانية الخلوقة في مسيرتها، ابتكرت السيدة هيام صقر برنامجاً جامعياً خاصاً يعنى بمن لديهم صعوبات تعلمية، ومن أجل مساعدتهم على تطوير قدراتهم لكي يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع. ولأنها تؤمن بأن الجامعة واحة ثقافية ووطنية، أنشأت في حرم الجامعة حديقة المبدعين، تماثيل معبرة لأعلام من لبنان، أولهم البروفيسور مايكل دبغي طبيب القلب صاحب الشهرة العالمية، وجبران خليل جبران رسالة لبنان إلى العالم، وسعد عقل الذي حضر شخصياً ورفع الستارة عن تمثاله، وعميد الصحافة الرسولية غسان تويني، وقريباً تمثال الدكتور شارل مالك المشارك في وضع شرعة حقوق الإنسان. كما أسست دائرة المنشورات الجامعية التي أصدرت حتى اليوم 18 عنواناً حول التاريخ والتراث والفكر اللبناني، وأهديت هذه المؤلفات إلى المكتبات العامة في لبنان. السيدة هيام صقر متزوجة من السيد فؤاد صقر رفيق الدرب والمسيرة، وأم لثلاثة أبناء عامر، رياض ومجد، ولابنتين غادة ونجوى، كما أنها جدة ل15 حفيداً تتابع دراساتهم عن كثب. منحت أوسمة ودروعاً عديدة من جهات رسمية ومنظمات غير حكومية في لبنان والخارج، أبرزها وسام الاستحقاق من رئاسة الجمهورية اللبنانية، دكتورة فخرية من جامعة هاواي الأمريكية وغيرها. وهذه رسالتي لكم، كونوا سنابل عطاء لا ينضب، كونوا بلسماً لجراح المتألم، كونوا نصيراً للمظلوم، ولا ترتضوا الظلم لأحد. تذكروا دائماً أنكم من بلد الأرز، من لبنان، وأن أجدادكم شيدوا لبنان أينما حلوا. كونوا مع السلام، لأنكم من لبنان، من أرض السلام. إنها هيام صقر، الرئيسة والمغامرة والرؤيوية والقيادية في قراراتها، والأم والمربية المثالية. بأمومتها احتضنت أسرتها وطلابها، وبحكمتها وصلابتها تواصل رسالتها الإنسانية المثلى من أجل بناء إنسان لبناني على صورة هذه السيدة القدوة.